اخوان حنا المكتب ديالنا كيتابع باهتمام المشاكل اللي تطيحوا فيها التجار دابا، اللي كنعتبر انا جنود مجندين دائما من وراء هذه المشاكل اللي كيطيح فيها، يعني المشاكل اللي طايحه فيها المغرب هاد كورونا فيروس. يعني المكتب ديالنا كيتابع باهتمام يعني بزاف المشاكل كاينين، يعني مول الحال دابا كيبيع ويشري هو خايف على راسه لحقاش اي مع يعني هذا الرقم الاخضر اللي دارت الدوله وديال سميتو التاجر. اي واحد اللي بينك معاه مشاكل بعاد كيجي اليوم كيجي تقول لك اسيدي غادي نعيط لك راه زدتي عليا ولا درتي. وحنا اللي كنقولوا يعني المنخرطين ديالنا هو ملي تمشي تاخذ السلعه خذها بالفاتوره قانونيه انجليزيه لحقاش الدوله بغدا كيجي شي واحد كيقول لك اسيدي لا راه زدتي عليا. المشاكل اللي كاينه دابا راه المول الهري ما كيبغيش يعطي فاتوره رسميه لحقاش هو كيتخوف على راسه. وحنايا كنا كناخذوا السكر ب6 دراهم كنبيعوه ب6 دراهم دابا واصل 6 دراهم و 7 دراهم ونص دابا واصل. ملي كنقول لبنادم راه مزيان كيقول لك لا وسائل الاعلام ناقلين لينا ما تزادت والو. اللي كنبغي نقول للسلطات يعني سيروا راقبوا الاسواق الكبرى وراقبوا الناس اللي كيديروا تحقير للسلعه. راه كاينه السلعه اللي عندها تحقير وكاين الناس اللي كيخبوا السلعه والناس اللي كانوا دايرين ستوكاج لحقاش السلعه دابا مول الحال. دابا حاليا بزاف اللي مشيتوا دابا تتقلبوا على المواد الاساسيه في المحل راه ما كاينينش 100%، راه كاينين غير بعض السلعه اللي باقا عنده في ستوك لحقاش ما يقدرش يمشي يتقدى. ملي تيمشي تيتقدى تلقاها مسجوده، وملي تيجي ما يقدرش يجيبها لحقاش الا جابهاش غير تيتسمى راه هو اللي زاد. وثاني رساله غادي نوجهها لرجال الامن ورجال السلطه، المعامله السيئه اللي كيتعاملوا مع التجار ملي كيجي بحال لا هو مجرم راه خاصكم تحترموا بحالو بحال ديت الهيئات الطبيه والسلطيه لحقاش حتى هو راه جنود حاليا. راه ما يعني الحمد لله التجار غنيهم الله راه يمكن لهم يسدوا ويمشوا ينعسوا في ديورهم، ولكن حبهم للوطن وحبهم للمهنه ديالهم هو اللي خلاهم يخدموا. واخا يعني تصور كتدخل دارك ولادك خايفين من الدار خايفه منك يقولوا هذا راه دخل الميكروب دخلوا معنا. يعني حنا راه يعني نرتاحوا في ديورنا عندنا يعني احسن لينا ولا نخرجوا للمشاكل ونخرجوا لبرا. اللي كنبغي نقول للاخوان جميع رجال السلطه يعني القيود ولا جميع ممثلين السلطه ملي كتمشوا عند المول الحال هالعار هالعار احترموه وقدروه. راه يعني المجهودات اللي كيقوم بها حاليا راه قويه ومخلوع وخايف، واي كليان دخل عنده كيقول هذا هو اللي جايب الميكروب هذا هو يعني كيتخوف. وثاني رساله كنبغي نوصلها لرئيس مجلس البلدي ديال القنيطره بالضبط، الاخوان المنخرطين ديالنا تما والمكتب ديالنا تما الساكنيه راه قام مراسله للمجلس البلدي اللي بغى تعقيم المحلات. المحلات ديالنا ما معقمينش، لهذا كنقول للاخوان المجلس البلدي مطلب ديال المحلات مالي المحلات هما تعقيم محلاتهم. راه عندهم يعني تخوف كبير، راه تخوف كبير. وكون في علمكم راه باز يعني العدد ديال الناس كيزوروا ذاك المحل راه كلهم الا ما كانش في هذا راه كاين في هذا. السلام عليكم الاخوان، كنشكر القناه هذه اللي عطات واحد التفاته للتاجر باش يوصل الصوت ديالو للمسؤولين على المشاكل اللي كيتخبط فيها في الظروف الحاليه، على السوق والاسعار اللي كاينه موجوده حاليا. يعني مثلا كاين بعض المسائل اللي تزادت النص تقريبا النص، مثلا في العدس واللوبيا والحمص هادو تزادوا بواحد النسبه خياليه. يعني وكاين عاوتاني واحد فقدان ديال السلعه في السوق، ما كايناش بحال السكر بحال الطحين، يعني كنعانوا منه ما كاينش دابا منه، من غير بعض المسائل اللي الاساسيه بحال المسائل الزيت اتاي هذا هما اللي كاينين موجودين في السوق. وبغينا نشوفوا السلطه مثلا اللي كتقول بان السلعه كاينه موجوده في السلعه كاينه موجوده وما كاينش الخصاص، خاصها مثلا تنزل الارض الواقع باش تعاين هذه المشاكل هذه. لحقاش حاليا احنا كنعانيوا، احنا جنود مجندين في خدمه الوطن، وكنقدموا واحد الخدمه وكنعاونوا السكان وكنعاونوا المحتاجين كنديروا اي اعمال خيريه كنقدموها من الحال بحال البنكه. يعني اي واحد كيوقف عليه كيعاونوا ولكن المسائل ما كيبغيو دابا باغيين نخدموا باغيين نضحيوا، ولكن ما لقيناش السلعه باش نخدموا. ما كايناش الوفره، ما كايناش الوفره في السوق. كاين دابا السكر مثلا شحال كنا كنبيعوا ب 6 دراهم ونص، دابا حاليا وصل 6 دراهم و30 وفين هو؟ يعني بزاف المسائل اللي ما كايناش. وبغينا عاوتاني بالسلطه ديال المهديه والمجلس البلدي يعقم لنا المحلات ديالنا ويقوم بواحد باش يمكننا نمشيو في هذه المسيره هذه باش نقدروا نصمدوا ونبقاو خدامين من المواطن باش ما يلقى اي حاجه ناض في الصباح ولا شي حاجه يلقاها موجوده. لهذا كنشوفوا بعض المدن اللي عقموهم غير في الشوارع وعقموا الجرادي، ولكن المنطقه الحساسيه راه ما عقموهاش، وهذا راه اول واحد اللي تعرض للخطر هو البقال. وتنشكر كاع الناس اللي داروا هذه المبادره على هذا الفيروس هذا اللي هو خطير. حنا كنشكروهم لا الاطباء ولا كنشكروا الاطباء ولا الصفه العامه، وكنشكروا الاخوان ديالنا اللي في اللجنه اليقظه
الوبائيه اللي كاينه في قنيطره في الكتابه الاقليميه. كنشكرهم على المبادرات ديالهم اللي ضحاو هما حتى هما تعرضوا نفسهم للخطر. وهذا راه ماشي رساله ديالنا هي باش تمشي لفوق. ومع العلم ان وزير التجاره الخارجيه كيخرج بالتصريح بان تيقول لك راه كاين الفائض في السلعه كاين كذا، لا شيء من هذا الشيء كامل. خصو يخرج بيديه ويدور، ما كيدير والو، خصو يخرج يدور على الناس، ماشي انا نبقى نجلس في كرسي ونعطي الاوامر وانت نقول راه عندنا السلعه الفائضه 4 شهور ولا 5 شهور. يخرج عند موالين الهريه اللي كيزيدوا على موالين الحوان، ويخرج ان اللوبيا فين وصلت 20 درهم، العدس 18 درهم، السكر 7 درهم و50. هذا الشيء راه لا يعقل. والله ما حنا ما غاديش نسمحوا لهذا الشيء. لهذا الاخوان حنا هذه الرساله ديالنا بغينا توصل لجميع المسؤولين اللي كاينه، لان هذا البقال هذا حتى هو مسكين راه مضر، هو الاول متعرض للخطر. هذا ما عنده لا ليكات لا والو، داير الخل وجافي الفقر راه ماشي هذا الشيء، ما نقبلوش حنا. لهذا راه البقال راه يكون في علمكم، لان البقال راه حتى هو غادي يسد وغيمشي لدارو حتى هو. النقابه الوطنيه التجار المهنيين في حسبات مهديه اليونس الدوحه، الاخوان غير فيما يخص نحطكم في الامر الواقع بالنسبه لسميتو الاثمنه والمنتوجات اللي حاليا اللي كيعانيو منها التجار، بخصوصا في من طنجه حتى للقويره. يعني ما نستثنيوش بان ما راه كاينه في القصبه ولا هادي، كنستثنيو بان ما المغرب كامل، لان كنشوفوا بعض المرات بعض السلطات كيمارسوا الضغوطات على البقال، وتيقولوا بان ما راه اللوبيا راه كاينه ب 14 درهم، وهي حاليا في الاسواق الكبرى دايره تقريبا 24 درهم، والعدس داير 17 درهم. راه لا يعقل. المسؤولين كنتمنى من هاد المسؤولين الوزاره واللي معلمين بالامر يهبطوا يعني للسوق، اللي السوق السوداء اللي كتباع فيها المسائل يعني اللي كتجينا منها غاليه. يعني حنا كنعاني، حنا تجار صغار ديما حنا معروضين للخطر، ولهذا حنا كتجار صغار كنوصلوا المواد الغذائيه للجيران والناس المسؤولين، يعني الجيران ديالنا اللي مساكن اللي هما مضرورين ومقهورين، يعني كتجيهم السلعه غاليه والمواد الغذائيه يعني قليله ما موجوداش. انتم كتلاحظوا معايا بالنسبه للسكر، يعني راه ما كاينش، كاين يعني كيجينا ب 6 دراهم، 6 دراهم و 60، 6 دراهم و 70. راه لا يعقل باش غنبيعوه الطحين كيجينا ب 100 درهم. مولفين كنا كنبيعوا الطحين ب 100 درهم، ولينا تقريبا يعني الطحين كتبيعوا ب 2000 2200. يعني راه يعني ماشي حنا اللي كنزيدوا، يعني راه كما قلنا يعني الاهريه يعني البلايص الكبار اللي كيجيو منهم المنتوج هو اللي كيغليو علينا. ما حنا راه الثمن ديالنا الهامش الربح ديالنا اللي كنديو راه هو اللي كنديو، يعني راه ما كنزيدوش فوق منه، ما كننقصوش فوق منه، يعني كنديو على قد يعني هذاك الشيء بسيط. يعني اغلبيه ديال السلعه كنجيبوها الطحين كنا كنجيبوه ب 90 درهم 95 درهم، كتبيعو ب 100 درهم. دابا راه داير تقريبا 105 درهم 117 درهم، واللي غيجيبو لك تيزيد عليك واحد 25 تقريبا، واحد 25 درهم 30 درهم ديال الترونسبور ديالو. الا جيتي تقسم داك 25 درهم وداك 30 درهم ديال الترونسبور على المواد اللي كتجي، كتلقى تقريبا الطحين كيطيح عليك ب 2200. وباش غتبيعو لهاد الزبون؟ بزاف ديال الناس ديال الهريه الكبار عطالهم الفرصه في الزياده لا ديال المواد الاساسيه بصفه عامه، وهاد السوق الكبرى في القطاني والمسائل هي زايده السعيره ديالها زايده بزاف. والحمد لله الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. وبين هذا الصوت هذا يوصل المسؤولين، بين هذا الصوت هذا يوصل المسؤولين. راه الناس قرام الغلا وقرأ كيجوا عند مول الحانوت كيبقى يقول لي راه انت زايد، راه انت زايد، والهرايا هما اللي زايدين في المواد الاساسيه، الهرايا هما اللي زايدين. راه دابا الطحين واصل 100 درهم الخنشه، والسنيده واصل 10 دراهم، وبزاف ديال المسائل اللي زايده ديال المواد الغذائيه. وحنا الساكنه كتجي عندنا حنا كتقول لنا راه انتم اللي زايدين، راه انتم اللي زايدين، وهاد الهرايا عندنا سامحهم الله راه هما اللي عندهم الزياده، راه هما يزيدوا واش خمسه ديال الطحين 100 درهم كتجيبها عند التاجر الصغير شحال غيبيعها؟ حنا مالفين كنشريوها ب 1900 كنبيعوها ب 1950، هذا اللي كنبيعوها، يعني هذا هو الثمن. والدوله رئيس الحكومه كيقول لنا راه الزياده ما كايناش، وراه الحمد لله ما كاينش الخصاص، راه الامور كاينه حتى 6 شهور وتكثر. دابا السلعه كبر جابوا السلعه ما كنلقاو السلعه. الهرايا يعني الهرايا ما بقاوش كيبغيو يبيعوا لنا بالجمله. كتمشي عنده كتلقى عنده واحد الاشكال هو ديال مثلا السنيده القالب المرسو صفر، المرسو صفر ما كاينش من الازمه هذه، باقي الان دابا ما عندناش. يعني لقينا مشكل في هذا الشيء هذا.
وكيحسبوك بالضيطه، كيقول خذ سيده خذها ب 10 دراهم. مثلا كنا كناخذها ب 9 دراهم و 60 فرانك، دابا كيقول خذها ب 10 دراهم وما كيعطيكش وقت وما كيبغيش يعطيك البون. وكنلقاو اشكال في هذا. دابا الناس كتجي كيعرفوا التاجر كيقول انت اللي كتزيد، انت اللي كتلعب بالاثمنه، وهذا كاين واحد الخلل. وقضيه اخرى ثاني في القطاني، القطاني فيها اشكال. اسواق الكبرى ديال الجبله مثلا الرحبه، كاين اللوبيا كنا كناخذوها 290 280 كان دابا 360 340، دابا اللوبيا دايره 18 18 ونص 19، السوبر دايره 19 ونص. كيجي عندك الكليان كتلقى معاه مشكل، يعني كيقول شحال اللوبيا، كتحسب تقول واش عندي انا اللوبيا. دابا عندي اللوبيا مابقاش كنحمل نبيعها، خليها تنشوف واش نديرو شحال. وراه كتشوفوا كيفاش كتشوفوا المراقبه وكتشوفوا كنلقاو اشكال مع الكليان. ونتمناو من المسؤولين ان ياخذوا هاد الامور ويمشوا الناس اللي كيحتكروا السوق، الناس صحاب الستوكاج اللي كينزلوا الفياجات الكاميونات 16 طون ديال اللوبيا، 16 طون ديال العدس. اما حنا كناخذوها 50 كيلو 100 كيلو، لا خدينا كاع بزاف. دابا كيجي عندنا الكليان دابا بحال هكا كيوقف عندنا كيقول لك اودي مول الحانوت اللي كيزيد علينا، دابا نشوف السلعه حنا بالثمن وندو فيها شويه. ودابا كيقول لك اودي المواطن مول الحانوت كيزيد علينا. ها؟ زياده فين كاين؟ دابا الزياده كاينه عند الناس المويل الهرايا الكبار. دابا الهرايا الكبار هما كيزيدوا، حنا لا زياده باش حنا 50 اللي كندو في الخنشه. دابا كبعناها بالغلا كبعناها بالرخا. وحنا كنطلبوا مساله وحده، كنطلبوا بالفاكتوره تكون مطبوعه باش نلقاو حتى حنا باش نحميو راسي. يعني ملي كيجيو عندك رجل السلطه كيجيو عندك شي حاجه قانونيه، حنا كنطلبوا بالقانون، يعني ما كيبغوش يعطيونا الفاكتوره. حاليا كتلقى السلعه بواحد الثمن اللي هو خيال. الدوله كتقول ما مزيداش السلعه، وحنا ولينا كنخافوا على راسنا. انت خدام ومهدد الخطر، لان علاش؟ اي واحد غيبغي فيك الخدمه ولا شي حاجه غيعيط داك الرقم اللي عطيت الدوله للمستهلك. يعني حنا ولينا كنخافوا دوك اضطرينا. دابا المحل انتوما كتشوفوا راه خاوي، انا وليت كنبيع دابا انا غير ليكوش، وكنبيع الزيت وكنبيع السلع اللي ما مزيوداش حاليا، هي اللي كنبيع. القطاني كلها ما عنديش. كنمشيو بغينا نخدموا، بغينا نمشيو نجيبوا السلعه وما كايناش السلعه. ماشي ما كايناش، كاينه ماشي ما كايناش، ولكن مزيوده. يعني من هذه الشهاده ما عرفناش. بغينا نعرفوا حاجه وحده، واش السلعه مزيوده ولا هما كيلعبوا بهذه الاسعار هذا، ولا ما عرفتش اشنو كاين. حنا كنطلبوا بحاجه وحده، ما عندناش مشكل تكون السلعه مزيوده، كنطلبوا بالفاكتوره تكون قانونيه، يعني مقاشنيه تكون قانونيه باش نحميو بها راسنا. شنو هما المواد اللي فيهم الخلل؟ خويا شنقول لك، دابا حاليا كاينه اللوبيا وصلت لواحد الثمن اللي هو خيال. حنا كنا كنبيعوها بواحد الثمن اللي هو تقريبا 16 درهم 17 درهم، دابا حاليا وصلت ل 22 درهم. واش المستهلك يقد يدير اللوبيا 22 درهم؟ العدس كنا كنبيعوه ب 12 درهم 11 درهم 13 درهم كاع الا غلا، دابا حاليا وصل الجمله 15 درهم ولا 14 درهم. الروز كلاصي تقريبا وصل واحد الثمن اللي هو خيالي حتى هو، وصل 18 درهم ولا 17 درهم. والغريب في الامر المشكل فين كاين، هو اللي كيتعرض للخطر بزاف هو البقال الصغير. قال السكر راه ما كاينش، السكر راه قليل ويمكن الا زيد الثمن. المهم حنا ما كنلقوش في الهرايا. الزرع هذا هو ما كاينش. بالنسبه للناس ديال الهريين، واش تيعطيوك بالنسبه للبون كاشي ولا ما تيعطيوش البونات، ولا هما دايرين اثمنه وتيفرضوا الاثمنه على البقال الصغير؟ لا كيفرضوا شويه الاثمنه. بالنسبه للطحين زايدين 50 ريال 19 150، حنا باقي كنبيعوا فلوس 100 درهم. وبالنسبه للبون كناخذوا حنا البون، دابا كناخذوا البون من عندنا كاشي ولا بالنسبه لهشام تقدينا عنده بالكاشي، الكاشي علينا البون. هي هو كاين السلعه شويه مزوده بحال السنيده زاد فيها 5 درهم 20 كيلو، وحنا دابا باقيين كنبيعوا بالثمن الاول. حنا الاثمنه داكشي قالت لنا النقابه ديالنا هو اللي دايرين الاثمنه، باش كنبيعوا الاثمنه الاولى. كلشي عند مول علينا كتمشي كتلقى السلعه زايده. انا مشيت نتقضى السلعه اللي لقيت زايده ما بقيتش كنجيبها، حي حبس ملي كيجي المواطن كيقول لي حاجه فين، كنقول له ما كايناش. او تلقيح ما باقي ما وصلناش. وحنا صحاب الحوانت بزاف، عندنا الناس كمواطن كيجي كيقول لي شي حاجه كيقول لك لا انت كتزيد كتفعل، وحنا ما كنزيدو حتى حاجه. كلشي داكشي كنمشيو كنلقاوها زايده عند الناس، عند الصحاب اللي محتكرين السوق هما اللي كيزيد، باش ما عندهم من الطرف ديال المواطن. حنا كنتعاونوا مع المواطن، كنتساعدوا مع المواطن، كنعطيو كيجي خصو الفلوس كتكريدي بزاف د الحوايج. وفي العكس كيقول مول الحانوت هو اللي كيزيد، راه ماشي مول الحانوت البوطه كنلقينا فيها المشكل. كيوقف مول الحانوت هو اللي كيحتكر، ما حنا ما كنحتكروا حتى حاجه. كلشي الناس المسؤولين هما اللي كاين من طرف داك الشيء. ونتمناو من الله يكون الخير ان شاء الله، ونتمناو التوفيق للجميع. السلام عليكم. عضو في النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين، وبغيت نسال المسؤولين ديال
المسؤولين على حساب هاد الكرا اللي حنا دابا سادين وما خدامينش، وحنا كارين دابا بواحد الكرا اللي ثمن باهظ، كل ثمن المحل كاين ب 4000 درهم 5000 درهم 3000 درهم، وبغينا نسولو واش كاين شي قانون اللي غادي يحمينا في هذا الاتجاه هذا ولا ما كاينش.